ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع في شيء وأشار بيده الكريم صلى الله عليه وسلم هكذا رفعه الله، من تواضع لله وأشار بيده، أشار بيده مرة أخرى قال رفعه الله. فمن تواضع لله جل وعلا في العلم رفعه الله عز وجل به. كان ابن عباس رضي الله عنه يبيت على بيت معاذ، فيخرج معاذ فيجده متوسدا عتبة بيته، فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت لي لأتيتك، قال إنا كذلك نفعل بأهل العلم منا، ويمسك بخطام ناقته. فالإنسان مهما أوتي شرفا وأوتي فضلا لابد أن يتواضع في العلم، يتواضع في العلم. كيف يتواضع في العلم؟ بعض الناس قد يستنكف ويستكبر أن يحضر درسا. كيف وقد حضر هذا الدرس من يرى هذا الرجل أنه دونه؟ هذا نقص في العلم، نقص في العلم. بعض الناس يرى أنه من نقص في نفسه أن لا يأخذ من فلان ومن فلان لأنهم دونه وأصغر من السن، وهذا نقص في العلم. وذلك يقول لن ينال المرء العلم حتى يأخذ العلم ممن هو مثله ومن هو فوقه ومن هو دونه. فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وهذه قضية النهر والبحر تقال في كتابين. يقول إن الزين ابن نجيم والسراج أخوه ابن نجيم، الزين ابن نجيم وكلاهما شرحوا الكنز، فالزين ألف البحر الرائق، وأخوه السراج ألف النهر الفائق. فكان الحنفية يقولون لربما وجد في النهر ما لا يوجد في البحر، فيعنون به كتاب السراج مقارنة بكتاب الزين، وهما أخوان ولكن وجد في النهر ما لا يوجد في البحر وهو أصغر حجما. إذن المقصود أن الإنسان يجب أن يتواضع في تحصيله، في حضور، في الجلوس، في غمط النفس، عدم التكبر، وهكذا. ولذلك لو قرأت في سير أهل العلم لا بد وأن ترى في أول أمرهم قد تواضعوا في العلم،